أعزائي المشاهدين، دلوقتي بقى هنروح نلعب بلاي ستيشن. واضح إن إحنا داخلين على ماتش تقطيع. اتنين حريف بلاي ستيشن قرروا يلعبوا فيفا، وكل واحد اختار فريقه. فهد اختار ريال مدريد، والأستاذ ياسين اختار ليفربول، يعني مو صلاح. والجماهير في المدرجات جاهزة للتشجيع، ونبتدي الماتش على طول. وهقد بدأ الماتش أعزائي المشاهدين، ونشوف بقى، بنتفرج على ماتش قوي جدا إن شاء الله ما بين ريال مدريد. اهي ضربة البداية معاهم، وليفربول لابس أحمر. ده مين ده بقى؟ ريال مدريد. ريال مدريد قوي جدا. أنت اللي بتتحرك يا حبيبي، هجمة من ناحية اليمين. برافو. إيه ده؟ دي جوندي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ 1-0 ريال مدريد. تعالى حبيبي يلا، ده الحماس بس. ليفربول بقى يحاول يعوض بقى. ليفربول، كرة مع ليفربول. قطعت ريال مدريد، قطع. ريال مدريد من ناحية اليمين عامل جبهة جامدة جدا من ناحية اليمين. لا ده واضح ان هو ماتش. اوبا 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 اوبا. برافو 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 يا ياسو. ليفربول صاحي صاحي وهيحاول يعوض ولا ايه؟ اهو. ايه ده بقى ده؟ ده ليفربول ده، ايه القلش ده؟ على جنب. انت قصدك على جنب، طلعت اوت. ماشي اوكي. يلا رمي التماس. يلا بينا. 1-0 لصالح ريال مدريد في اول ثانية في الماتش. ريال مدريد اقطع. ايوه يا ريال. لا الله الله الله، ليفربول ابتدى يصحى اهو. صلاح بقى، صلاح مو صلاح معاك كوره بس قطعت. ريال مدريد مسيطر سيطره كامله. انت بتشجع ريال مدريد في الحقيقه؟ اه. سيطره مش عاديه. الله 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 الله، انفراده وخطر، والجون الثاني يا جماعه. مزيكا مزيكا، شكلنا هنتفرج على مهرجان اهداف. ريال مدريد مدريد. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كريم بنزيما ماشي. ريال مدريد وليفربول. طب نشجع بليفربول، واضح انه محتاج تشجيع. يلا يا سونسون. برافو يا فهد. هجمه ثانيه من ناحيه الشمال. سيطره مش عاديه مش عاديه يا جماعه مش عاديه. الله 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 الله. حي الثالث جاي. جه الثالث يا جماعه. مزيكا مزيكا مزيكا. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. بس يعملوا ازاي؟ ماشي. طب ايه؟ طب ايه؟ ما يا راجل دلوقتي بقيتش بتلعب، بتعرف تلعب قوي؟ طب حاول تعوض، حاول. مش عارف. حاول، مش عايزاك تحس بالضعف. يلا، مين بيلعب؟ مين معاك كورة؟ كورنر ريال مدريد، برافو ليفربول. طلع الدفاع، طلع النار. لكن ريال مدريد لسه مسيطر على الماتش بشكل كبير قوي. ما يغركش، اوبا! مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا جماعة. عمل ار 2 عالميه. مش ممكن. سكيب على طول، سكيب بقى خلاص. بتحب تتفرج على انجازاتك انت؟ اتفرج. بحب اعمل الخلاط. ماشي يا سيدي. يلا بينا. مش ممكن، ده مش، ده ماتش تقطيع فعلا. ده صدق اللي قال، صدق اللي قال يا اخواتي. ريال مدريد مسيطر على الماتش ومسيطر على الكوره. ليفربول يا حبيبي يحاول، بس ريال مدريد مقطعه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. انفراد تاني ده ولا ايه؟ فرصه، فرصه الخامس، فرصة الخيمة. اوبا! لا 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 يا جماعة، مش ممكن يا جماعة. طب بابا بيعرف يلعب ولا ايه؟ انا بعرف العب، بس هو لازم تديله فرصته. لازم تديله فرصته يتعلم. بس احنا كده وماشي. لا لا، هو طب في شوط تاني تحب تلعبه تعوض ولا ايه؟ ممكن الشوط التاني. ماشي يلا. خلاط خلاط من المشاعر. اتفضل يا استاذ. ريال مدريد مسيطر سيطرة مش طبيعية يا جماعة. 5-0 في الشوط الأول. حلو قوي. الله، حلوه جدا. ده ريال مدريد بترجع الكوره تاني. كوره في نص الملعب مع ريال مدريد. ريال مدريد داخل داخل، ولكن ليفربول دفاع قوي. بيصد. خلص الشوط الاول. تحب تعمل تبديل مع بابا بسرعه؟ تيجي يا عمو. ممكن. ها دخلوه. يلا يا بابا بسرعه بسرعه يا بابا. كنتوا صفر اصلا. طب يلا يلا مكملين الشوط التاني. وحصل تبديل في اللعيبه الاثريه. المدريد لسه مسيطر والجون هيخش. انفراد يا فندم، انفراد. غيرنا وعملنا كل حاجه. وبعدين بالراحه. بالراحه ايه؟ بالراحه ايه؟ احنا جبنا الاب. بالراحه ايه؟ الاب ما بيعرفش يلعب برضه. ماشي، بيلعب على الحقيقه. يلا بينا، احنا هنا حقيقه وبلاي ستيشن مقطعين الدنيا عشان بس نبقى واضحين. يلا يا سنتي. يلا بقى يا سنتي. الله الله على الانفراد. شكلها داخله داخله ولا ايه؟ مش ممكن. ايه يا بابا ده؟ ايه يا بابا ده؟ ايه يا بابا ده؟ 6-0 يا جماعة، 6-0 وقاعد مترستق في مكانه. مفيش، مش ممكن الفضيحة الكروية دي، مش ممكن. يلا بينا ليفربول يشد حيله.
لا هو انت هنا مفيش دخول، انت المره الله 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 الله. ماشي بس حلو، اول فرصه حقيقيه ليفربول كده، في امل ان شاء الله نشوف شوط حلو. ماشي بس برضه ريال مدريد بيسيطر جامد قوي 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 قوي، بيرقص وبيروح وبيجي. نباسي ولا ايه؟ نباسي بقى، دي لعبه جماعيه. نباسي صدقني، بلاش الثقه الزايده دي، بلاش الثقه دي، حد يقطعه. طب يا جماعه ما هو عنده حق، يبقى عنده ثقه زايده برضه، راجل بيلعب نفسه. ايه يا ليفربول؟ ليفربول ابتدى يفوق. ليفربول ليفربول انفراده بليفربول. لا 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 يا راجل، جمد رجلك يا راجل يا راجل. احنا وصلنا للمرحله دي يا راجل بقى، ده ايه ده؟ عايزين اكتر. طب جون واحد عشان بس ما واجهنا. يلا ريال مدريد قاعد مش ممكن، مترسته جايب سته يا جماعه، هيعمل ايه تاني الراجل؟ بس ليفربول بيلحق نفسه، يجيب جون واحد بس، جون واحد عشان ما الوجه اهو. يا الله اخيرا 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 جون ليفربول 6-1. يا الله يا ترى الوقت الفاضل هيخلينا نقدر نجيب 5 تجوان كمان؟ الحمد لله على كل 5. انت 6-1 دلوقتي عشان نتعادل يعني. طب جون كمان بقى، هنعوض بجون كمان، شكلنا كده. بس حلوه دي وسهره. طب نلعب على الطرف، احنا ليه بنلعب كده؟ ما تلعب على الطرف. لا ليفربول. لا يا ليفربول، انت مش عايز اكتر من 6، انت قاعد بتدافع. ماشي واصلا فاضل وقت بسيط يعني، بس يعني يعني نحاول نجيب جون كمان. تركيز رهيب عند الاستاذ عماد، مش ممكن، مش صدق. هو انا كويس اصلا ان احنا وصلنا للمرحله دي، احنا الحمد لله. ليه ان احنا جبنا جون واحد؟ ما احنا كده كده يعني ما بلناش في البلاي ستيشن الحمد لله. مش ممكن، ما عندناش وقت. قطعتهم يا فهد، مش اخدت العيله كلها رايح جاي. عادي ده العادي بتاعك. ماشي يا سيدي، ليفربول طبعا الماتش خلاص بقى يا جماعه، بيضيع وقت، ده تضيع وقت. ليفربول ليفربول شكله هيجيبها ولا ايه؟ جون تاني ده؟ جون تاني ده؟ الله 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 الله، هو ده بقى، هو ده الكامباك الحقيقي، هو ده يا ولاد. فيرمينيو جاب جونين لليفربول، معلش 6-2 6-2. ويمكن مين عارف، ابتدينا اهو نشد نفسنا ونحفظ ماء وجهنا. 6-3 احسن من 6-2. 6-3 احسن صح ولا ايه؟ الله 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 الله، اي الله الله الله. يلا ثواني وماتش يخلص، هل التالت جاي؟ الله حي التالت جاي ولا هنخلص 6-2؟ مش عارفين، هنشوف. الله حي التالت جاي. ايه ده بقى؟ خلاص هيا قد انتهى الماتش. جود بلاي جدا والله العظيم، برافو يا فهد، مش ممكن 6-2 يا جماعه، نصايح ريال مدريد. وفهد قوي جدا جدا جدا، عايز ياخد الكاس. احنا هنروح نعمل، نشوف بقى نعمل ايه في كونكت 4 ونحتفل بالانتصارات بتاعت الاستاذ فهد.